أيوة، السلام عليكم ورحمة الله، ازي حضراتكم؟ أهلا وسهلا بيكم في السيشن الخاصة بتاعتنا النهاردة، اللي هنتكلم فيها على حاجة لذيذة وجميلة ومحتاجينها في كل الـ environments الحساسة اللي هنقدر نعمل بيها automation للـ security operation بتاعتنا، نقدر نعمل بيها شكل من أشكال الـ automation and so on. فمينلي احنا النهارده هنتكلم على Security Orchestration Automation and Response. الهدف من الـ SOAR ان احنا نقدر نمانج الثريتس الخاصه بتاعتنا من قبل ما الثريت ده يقدر يتحول ويبقى Potential Risk. اقدر اديتكت باوتوميتد تاسك، اقدر امانج الفولنربيليتي، ودي الركن الثاني عندي، اقدر امانج الفولنربيليتي بتاعتي ببعض الاوتوميتد tasks. مما يعني I can detect a threat, I can detect a vulnerability، وبالتالي أقدر أتحرك عليهم وأقدر I give a response for the incident. وديت هي الركن الثالث عندنا اللي هو الـ incident response. افتكر دايما الأربع أركان دول وانت بتتكلم: threat, vulnerability, incident response and automation. mainly لما هنيجي نقول threat هو حاجة external ما حصلتش لسه الـ environment بتاعتي، حاجة external مش قادر ان انا اقول انها حاجة غلطة مني داخلية، عكس الـ vulnerability. لما بنتكلم مثلا في الـ SWOT analysis SWOT the strength, weaknesses, opportunities and threats، تلاحظ ان في دايما اتنين دايما بنقول عليهم ان هما اتنين harmful، واحد external والتاني internal. الاكسترنال هو الثريتس الموجود عندي، والانترنال هو الويكنسز. الانترنال هو الويكنس، نقطه الضعف. فثريت هي حاجه خارجيه، وويكنس هي حاجه داخليه جوه السيستم عندي. حتى الثريت وان كان منقسم لانترنال من جوه الاورجنايزيشن واكسترنال من بره الاورجنايزيشن، at the end you have to manage both and give a response for the incident by some automated tasks. فإذا لما هاجي أتكلم على الـ SOAR، إحنا عندي مجموعة من الـ solutions، عندي مجموعة من الـ tools اللي بتساعدني إن أنا أقدر إن أنا أمانج الـ threats الخاصة بيا بطريقة جيدة، وأقدر أمانج الـ information security، وأقدر أمانج الـ security operations بتاعتي بطريقة قوية. النهاردة أنا مش بتكلم على solutions، دايما بتكلم على إن إحنا ناس دايما بحب الكونسلتنت ما يبقاش بيكلم وبيرشح سوليوشن معين، لا، كونسلتنت انا برشح ليك الاحسن، بشوف فين المصلحه الخاصه بالكلاينت بتاعي وابدا ان انا ارشح ليه الحاجه الافضل ليه ريجاردليس السوليوشن اللي احنا بنتكلم عليه. اذا لما بنتكلم النهارده على الاس او اي ار، احنا مش بنتكلم على سوليوشن واحد، او ممكن في بعض الشركات بتقدم لك integrated solutions together هتقوم لي الـ SOAR، ممكن تروح لهم، ممكن تبدأ تتعامل معاهم، بس انت لازم في الأول تحدد ايه اللي انت محتاجه. يا ترى ايه هو البيزنس تشالنج اللي موجود عندنا؟ احنا في الحقيقة بيبقى في عندنا بعض الـ issues اللي بنشوفها جوه security operation centers اللي موجود عندنا دلوقتي. بقينا عندنا outsourced services كتير بره، وبقى السوك از ا سيرفيس بقى ترند موجود، سواء ان هو بيدي لك انسيدنت ريسبونس معاه او حضرتك ما بتحصلش على السيرفيس ده. واي نوت ان احنا نروح ناحيه سم سورت اوف اوتوميشن، ان احنا لو لقينا مجموعه فولنربيليتيز نون نبدا ناخد اوتوميتد تاسكس، ونبدا نحط اوتوميتد تاسكس بتساعدنا اكتر ان احنا نامن الانفورميشن الخاصه بتاعتنا، تساعدنا اكتر ان احنا نامن الداتا اللي موجوده عندنا، واهم حاجه طبعا موجوده عندي في الاورجنايزيشن بتاعتي ان انا احمي الاسيتس. واحده من اهم الاسيتس اللي موجوده عندي هي الانفورميشن. تلاحظ دلوقتي شركات كتير جدا قائمه على ان بكل بساطه هو الشركه هي قائمه على مجموعه اسيتس، والاسيتس ديت انفورميشن، هو ما بيمتلكوش الكثير من التنجبل اسيتس، بس الاسيتس هي عباره عن انفورميشن. At the end of the day كل دي تعتبر بزنس تشالنجز عندنا هتمنعنا ان احنا نقدر نمانج everything in a good way in a comprehensive way. بس الحل اللذيذ اللي والجميل اللي موجود عندنا والopportunities اللي موجود عندنا في security orchestration اللي احنا هنعملها
والاوتوميشن اللي احنا هنعملها ان احنا نبقى قادرين ندي accurate response, قادر ان انا I can give accurate response for each case using some parameters. ما تفتكرش ان في الاس او اي ار ساعه ما تلاقي incident, ساعه ما تلاقي IP بيعمل عليك attack روح بلوك على الفاير وول. لا, في some sort of analysis. اول حاجه هو الاي بي ده ممكن يكون هو بيهاجم بنفس, في عندي اثنين اي بيز مشتركين في بارامترز كتيره جدا, بس اجي عند بارامتر واحد يبقى مختلف, اقدر ادفرنشيت ما بين بالبارامتر المختلف ده بالاكشن اللي هيحصل, بالاكشن اللي هيحصل. يعني ربما في اثنين سيم لنفس الاتاك, بس at the end انا قادر ان انا اعمل عمليه ديتكشن او ديب اناليسز للثريد دوت. فبناء عليه let's go to the next level. هنلاقي ان احنا موجود, ان احنا موجود عندنا ان احنا we need to go to something we call it here effective incident management. اي حد بيبقى قادر ان هو يقول لك انا صحيح عملت installation ل preventive controls, deterrent controls, directive controls, compensating controls, وكل ده قبل ما الincident تحصل, بل واضفت ليك detection controls to detect the incident once happened, ومصمم عندي recovery controls و corrective controls. كل دي سبع انواع من controls بتاعتنا, سواء كان preventive, compensating, deterrent, directive, detective, وبعد كده corrective و recovery controls. هل دوت كافي ان انا احط directive controls ك incident response manual, وان انا ابدا ان انا اتست عندي هل بعض الانسيدنت سيناريوز اللي هتبقى موجوده عندي, وان انا هبدا ان انا اجيف ا جود ريسبونس فور ذيس سيناريوز, هل ده كافي؟ احنا بنقول لك دوت ممكن يبقى كافي جدا 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 ليك, بس هتحتاج بعض الاشخاص ان هم يبداوا ينفذوا الكلام دوت. وات اف ان احنا نروح ناحيه الاحسن ان احنا نوتوميت الريسبونس. هو ده الهدف, الهدف الرئيسي هنا ان احنا نعمل اوتوميشن للانسيدنت ريسبونس بيزد على الاناليسز. افتكر الداتا لايف سايكل بتاعتك, وان انت يا ترى انت هتحمي الداتا فين. افتكر ان احنا عندنا هنا ديت الداتا لايف سايكل بتاعتنا, بنقول عليها starting from creating the data. create date معناها ان انا بعمل new content of data, او ان انا بقول ان انا هطلب او هريكوست من الداتابيز بعض الريكوردز اللي موجوده واعمل عليها edit. كل الكلام ده يعتبر creation للداتا. هستور الداتا, هبدا ان انا اعمل بروسيسنج للديتا, داتا نيوز, وبعد كده هشير الداتا. الداتا will be transferred from a computer to a computer, او هتبقى transferred through a network to a network, وبعد كده ابدا اعمل عليها archive شكل من اشكال الستور بس for a long term, وبعد كده بختار ان انا destroy the data. ليه بحذف الداتا؟ عشان اامن الداتا. What if ان انا كان السيناريو اللي موجود عندي ان انا الحادثه او الاتاك نفسه بيتارجت الداتا at rest اللي احنا بنقول عليها, سواء الداتا كانت stored او archived. What if ان كان السيناريو رايح ناحيه ال DAR, يا ترى الريسبونس بتاعك هيبقى شكله ايه؟ اكيد انا هبدا افكر في الكنترولز اللي انا حاططها على الستورج. طب وعشان الداتا تروح للستورج, قال لك هنمر على الداتا in motion او الداتا at transit, يعني الداتا وهي تنتقل للستورج ديت, او حضرتك بترفعها على كلاود, بترفعها تحطها للستورج عندك في سان ستورج ولا في وات ايفر اوف ستورج موجود عندك في النتورك. هنا انت لازم تبدا تعرف انواع الثريتس اللي بتسراوند الثلاث ستيتس اللي موجودين عندنا في الداتا بتاعتنا, دي اي ار, دي اي يو, دي اي ام, داتا ات ريست, داتا ان موشن, وداتا ان يوز وايل ذا داتا از اندر بروسيسنج. ما تنساش ان احنا ستيل عندنا controls under development زي الهوموورفيك انكريبشن, ده لحمايه الداتا ان يوز, بمعنى ان حضرتك تبقى قادر ان انت تروح وتعمل عمليه تامين للبيانات بتاعتك, وقادر ان انت تحمي البيانات اللي موجوده عندك. فاين وايل ذا داتا اندر بروسيسنج, دوت الداتا ان يوز ده الهوموورفيك انكريبشن ستيل اندر ديفلوبمنت, بس هنشوف ليه ان شاء الله implementation قوية في الماركت قريبا جدا. موجود عندنا هنا برضو, تعالى نبدأ نشوف السوق ماركت بتاعنا. احنا بنقول ان احنا متخيلين high growth, high level of growth, high يعني expansion هيبقى كبير جدا في السوق ماركت. السبب
ان طبعا احنا دلوقتي متجهين سبيشالي عندنا احنا في مصر في سوق الفنتك وتو بي اونست اراوند ذا جلوب، يعني مش في مصر بس، ان احنا موجود عندنا الفنتك ومتطلباتها، ان احنا بدا يطلع عندنا افكار جديده وستارت ابس جديده، وان احنا بدانا نروح ناحيه ان احنا محتاجين ناخد ليهم شهادات معينه زي البي سي اي دي اس اس، زي ان احنا نخضع على الريكويرمنتس الخاصه بتاعه البنك المركزي، ونبدا ان احنا نخضع ل ريجوليشن موجود عندنا، نبدا ان احنا نحقق بعض انواع الكومبلاينس. فبيبقى افضل حل ان احنا ناخد سوك از ا سيرفيس. انا ستارت اب جديد افكر اي ويل نوت ري انفنت ذا ويل، وخلاص يلا نروح ناخد سيرفيس من سوك از ا سيرفيس من حد بيستخدمها. فبناء عليه لا، احنا متوقعين وبقوه اكسبانشن كبير في الماركت عندنا الخاص بالسكيورتي اوبريشن. الثريت vulnerabilities incident response automation SOAR هيساعدني اكتر ان انا اهندل zero of days attacks، هيخليني ان انا ابدا اشوف بعيني اكتر الثريتس الخاصه بالزيرو داي اتاك. زيرو داي اتاك معناه ان انا يعني عندي vulnerability وما فيش الفندر لسه ما طلعليش الباتش بتاعته، زي ما حصل مع ابل فيس تايم، كان لو تفتكروا من حوالي سنه مضت او اكثر، لما فيس تايم كنت تقدر تفتح في المكالمه ان انا اقدر اتصل بيك فيس تايم فيديو واقدر اضيف نفسي للكول، فبناء عليه هقدر افتح كاميرا عندك. فولنربيلتي قبل طلعت وقامت قالت احنا اسفين جدا والله، وبنوعدكم ان احنا نحل الموضوع ده في خلال 10 ايام. طب خلال ال 10 ايام دول احنا هنعمل ايه؟ بكل بساطه انت كنت لازم تعمل كومبنسيتنج كنترول، لازم تحاول ان انت تامن نفسك ببساطه، اطفي الفيس تايم، ما تستخدمش الفيس تايم خلال الفتره دي، او افتحه ساعه لما انت هتبقى بتبليس كول مثلا لحد بالاتفاق ما بينكم. بنشوف ورك اراوندز. طب وات اف ان احنا قادرين ان احنا نعمل سم سورت اوف اوتوميشن فور ريل ثريتس لفولنربيليتيز الفندور لسه ما طلعش ليها باتش؟ نقطه جيده ايضا. نفتكر دايما ان احنا عندنا هنا دوت هيبقى شكل الاركيتكتشر الخاصه بالسوليوشن بتاعنا، ده السجستد سوليوشنز كنترول. لازم انت تجيب اللوجز اللي موجوده عندك من اي سورس، بن اكواير اللوجز، وبعد كده بنبدا نبريبير اللوجز ديت في سام سورت اوف لوج كولكترز، ان احنا نبدا نشوف الداتا ديت موجوده عندنا بنجمعها باس اي اي ام سوليوشنز طبعا، وبعد كده بنبدا نروح للايفنت سكيورتي مانجر بتاعنا، ونبدا نبدا نفعل التولز بتاعتنا اللي هي هتعمل لي عمليه الانسيدنت هاندلنج، ستارتنج فروم ديتكشن ترياج ديتكت ايدنتيفاي نوتيفاي. اي ويل نوتيفاي يو، ما تخيلش ان احنا عشان اس او اي ار ان انا مش هنوتيفاي يو، يو ويل بي نوتيفايد از هيومن، بس الميزه تبقى في الاوتوميشن. هي ديت الاداره، هي ديت الاداره الجيده، ان انا احط كومبوننت قوي زي دوت في البروجرام الخاص بيا فاين، وابدا ان انا اعمل عندي هنا اقدر ان انا اشوف يا ترى هو ده اتس ريل ثريت اتس نون ثريت، يا ترى هو ريليفنت لثريت تاني انا قادر ان انا بعمل له اناليسيس دلوقتي، لان زي ما احنا عارفين الاتاكرز ساعات لما بيعملوا اتاك بيعملوا الاتاكس بتاعتهم كلها مع بعض، يبدا هذا الويب سايت بتاعك يبدا يوريك ان هو بيعمل بروت فورس على الايميل سيستم، يبدا ان هو يبدا يكمبرومايز سم داتا ويبدا يعمل بروت فورس في سيستم واثنين وثلاثه عشان يشتت انتباهك ما بين السيستم ازاي. فلازم احلل هل الثريت ده ليه علاقه بثريت تاني انا بقبض عليه النهارده؟ يس اور نو. نيجي المنطقه، نيجي بقى الجزء المهم جدا، وان هو احنا لازم نعمل له اوتوميشن او هو ريسبونس، ان انا قادر ان انا اجيب ا فيري جود ريسبونس فور ذا انفايرمنت، اند ات ذا اند اوف ذا داي ان انا كل الكلام دوت لازم يبقى موجود عندي على هوستد على فيرتشوال ماشينز، ولازم ما نهملش جزء الفيرتشواليزيشن. ليه؟ اسباب زي ما حضراتكم عارفين في الكلاود كومبيوتنج عندي انا بكل بساطه ممكن اكون شغال ب 8 ماشينز توداي، مره واحده الريكوستس الخاصه بالكلاينتس زادت، فهبدا ان انا من الجولد ايمج بتاعتي هبدا ان انا ازود الماشينز بتاعتي، وابدا ان انا في اوتو سكيلابيلتي عندي واطلع لحد 32 ماشين، وانزل تاني ل 8 ماشينز وقت ان مفيش رش، ذا اند ريسبونس تايم ربما يختلف في وقت الرش عن النون وركينج اورز. كل الكلام دوت انت محتاج ان انت تبقى قادر ان انت تخلي الريسبونس يختلف. طبيعي ان الترافيك يكون
500 ميجا بايت في وقت الرش، بس مش في وقت الرش عادي ان هو يكون 50 ميجا بايت. لو لقيت 50 ميجا بايت في وقت الغير مش رش، ده كده ربما انا كده بفقد السيرفيس، ده دليل ان انا السيرفيس بتقع. في بعض الناس مش قادره تاكسس السيرفيس. We have to make some analysis and it must be mapped to your utilization level. Fine. And افتكر دايما ان احنا في الاوتوميشن اوركستريشن ان احنا لازم نعمل عمليه المونيتورنج من اول شكل الكولكشنز الخاصه بيك. فاين من اول شكل الكولكشنز اللي انت هتكولكت اللوجز ازاي. طبعا ده بيزد على الاس اي ام سوليوشن بتاعك، قادر ان انت تديتكت ازاي، والالرتس والنوتيفيكيشن هتطلع ازاي. الاناليسز هنا هتبقى قويه جدا. ما هو الا ويف جديده الاس او اي ار، ويف جديده من الويفز الجميله اللي احنا بنشوفها. احنا لو كنت من 10 سنين فاتوا كنت قلت لك ان بعد كده هيبقى في شكل من اشكال الاوتوميشن. الاي بي اس اول ما يحس ان في اتاك بيحصل ويعمل some sort of analysis بي كروس analysis ما بينه وبين الاس اي ام، الاي بي اس لوحده هيروح يطلب من الفاير وول يعمل بلوكينج للرينج اوف اي بيز ديت. وقلت لك ان الاي بي اس في يوم من الايام هيكونفجر الفاير وول، ما كانش حد هيسمع مننا ويقول يا ده هتبقى تكنولوجيا عظيمه. التكنولوجيا ديت موجوده النهارده through many APIs، موجوده almost في كل المودرن فاير وولز. فات ذا اند عمليه هنيجي هنا للجزء الخاص بالاناليسز. الاناليسز عندنا هنا احنا لازم نبقى قادرين نفرق ما بين ان انا مجرد ان انا قادر بس بعمل اناليسز، وما بين ان انا قادر اعمل اناليسز وريسبونس. وات اف ان انا قدرت ان انا اعمل some sort of analysis واعمل اوتوميشن للريسبونس. هي ديت الفكره اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، وهي ديت القوه في اللي احنا او السترينث بوينت اللي احنا محتاجين نبقى قادرين نفكر فيها وقادرين ان احنا نقولها. In addition to that we need to make some sort of trend analysis. الهيستوري اللي عندي غير الهيستوري اللي عندك. كل السيستمز والتولز زي دايما بنقول عليها انها لازم توصل لليفل انها تنزل فيه ليرنينج مود كده، مثلا المايكرو من حوالي من 6 ل 8 اسابيع، عشان تبدا تشوف النورمال النورمال ترافيك اللي موجود عندك، النورمال بيزنس اللي موجود عندك، عشان تفهم النورمال الخاص بالنتورك ديت. فاين. فبناء عليه ساعة لما تيجي تاخد قرار بتاخد قرار حاجة خاصة بيك انت. ما ينفعش ان حاجة تبقى configured على الانفايرمنت بتاعتي واجي اطبقها على الانفايرمنت الخاصة بيك، فبالتالي هنا هيبقى فيه هنا big concern. افتكر ان الاوتوميشن والاوركستريشن هيبقوا في النقطتين الخاصين بالاناليسز والريسبونس. good analysis and automated response. افتكر برضو عشان نبقى صادقين مع بعض، مين قال ان انا لازم الاناليسز عندي هتبقى صح 100%؟ مش ممكن تبقى فولس بوزيتيف اناليسز وتاخد عليها ريسبونس؟ يس، كان الكلام ده بيحصل في الاي بي اس زمان. مش ممكن تكون الاناليسز بتاعتي ديت وده الأسوأ انها تبقى فولس نيجاتيف؟ يعني ايه فولس نيجاتيف؟ رونج اناليسز without any action without any response. شوف الفيروس اقول يا ملف جميل، يا ليتس جو نيكست، ورحب بيه، وما اقدرش ان انا ادي الريسبونس الخاص بالريسبونس الجيد او الريسبونس القوي اللي احنا محتاجين ان احنا يكون موجود عندي ويبقى هو ده efficient وان بليس اند سو اون. ايه هي البنفيتس اللي هناخدها من الاس او اي ار عندي؟ قال لك بكل بساطه انت الاركتيكشر عندك هتبقى المفروض احسن بكتير، سبب ان انت عندك it will be integrated solutions. ربما الاقي سوليوشن النهارده هو بيقوم لي بالادوار ديت كلها. It's one solution. زي برضو دايما بحب اضرب مثال بالحاجات اللي سبقت وفاتت. كان عندنا فاير وول، وبعد كده طلع لنا في يوم من الايام حاجه اسمها يو تي ام. يونيفايد ثريت مانجمنت، صح؟ يونيفايد ثريت مانجمنت ده عباره عن ايه؟ سبعه في واحد. فاير وول واي بي اس واي دي اس وانتي فايروس وبروكسيز اند سو اون. كانش حد يتخيل ان هو ماشين واحده هيبقى فيها الحاجات دي كلها. كذلك الامر الاس او اي ار ربما هيبقى سوليوشن واحد بيحقق لك كل الريكويرمنتس خاصه بالكومبلاينس بتاعتك. افتكر ان في 27000 واحد 2022 الكنترولز اللي طلعت في 27002 الانكس خاص ب 27000 واحد، اللي هي 27002 كنترولز الخاصه بالسيرتيفيكت بتاعتنا، عندنا في حاجه في 2022 ان شاء الله او اللي هي طلعت في فبراير ان احنا محتاجين نطبق
الثريت some sort of threat intelligence. What if انا عندي solution جميل زي دوت هيحقق لي controls. واحنا بالمناسبه متخيلين ان شاء الله ومتوقعين ان احنا عندنا في ابديت في 27001 الفيرجن اللي هتبقى خاصه ب 2022 ان شاء الله في هتطلع في اكتوبر يعني ان شاء الله الشهر القادم. فبالتالي هنبقى قادرين ان احنا يبقى معانا 27001 27002 الكلوزز والكنترولز الاثنين هيكونوا موجودين في نيو فيرجن. طب انا عندي ثريت انتليجنس هحاول ازاي؟ ربما يكون سوليوشن من السوليوشنز اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. فاذا هي سمبليفايد اركيتكتشر. انا مش بقول لك ان انت هنضيف سوليوشن جديد كمان، لا، ممكن تبقى النكست فيرجن من الانتجريتد سوليوشن من الاس اي اي ام الواف الاي بي اس الاي دي اس الفين سوليوشن اللي قادر يراقبهم كلهم، كلها تبقى سوليوشن واحد انتجريتد. فاستر ديبلويمنت اوف كورس تيرن اراوند تايم كويك تيرن اراوند تايم. في سبيسيفيك كيسز جايه اكيد من الفيندرز زائد ان انت عندك القدره ان انت تحسن وتضيف. طبعا ايزي تو انتجريت ايزي تو يوز، الحاجات دي كلها اكيد هتبقى موجوده في البنفيتس بتاعتنا. انا بشكركم جدا على وقتكم وشكرا جزيلا ليكم. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالبرزنتيشن، ولو في اي اسئله او اي شيء اشكركم جدا على وقتكم.